طيب الرباعي الكورونا الحمد لله خف قفشه واكرم وكهربا ومحمد هاني وانتظموا ودخل القايمه باستثناء هاني اللي الجهاز شاف ان هو يريح، لكن كمان عمرو السوليه النهارده عمل مسحه في انتظار نتيجتها ويا رب ان شاء الله تطلع سلبيه ويدخل. طاهر اتمرن ودخل القايمه كمان. بواليا انتظم في التدريبات وشفته لحظاته الاولى للاهلي وسمعته نصيحه المهندس عدلي الخيعي ليه، لكن كمان حكام المباراه الاتحاد الافريقي اسند اداره مباراه الاهلي وسنديب المغربي الى طاقم تونسي بقياده محمد يسري بن محمد المهدي، بيساعده ايمن بن سالم اسماعيل وفوزي بن عامر الجريدي، والرابع محرز المالكي والمراقب من السودان الشقيق عامر عثمان. الاجتماع الفني للمباراه تم التاكيد على انه الاهلي هيلعب بالزي التقليدي بتاعه الفانيلا الحمراء والشورت الابيض والشراب الاحمر، والبطل النيجر هيلعب بالزي الازرق الكامل الفانيلا والشورت والشراب الابيض. دي مباراه في دور ال 32 مباراه العوده. سريعا هقول لكم ملامح الدور ده ايه، لانه خلاص اللي هيتاهل من الدور ده هيدخل دور المجموعات. ال 16 فريق اللي هيتاهلوا هيتحولوا الى اربع مجموعات في دور المجموعات، كل مجموعه فيها اربعه عشان يتاهل اول وثاني كل مجموعه لدور الثمانيه. الاهلي بكره بيلعب سنديب المغرب البطل النيجر، سان داونز بيستضيف جالاكسي البوتسواني، كان مباراه الذهاب سان داونز كسب 2-0 يعني عنده فرصه للتاهل. بلوزداد الجزائري بيحل ضيفا على كينيا عشان يلعب جورمايا، وكان بلوزداد فاز في الذهاب 6-1 يعني عنده فرصه كبيره. أمير سعيود بالمناسبة لاعب الأهلي السابق بيلعب في شباب بلوزداد الجزائري وسجل هدفين من الأهداف الستة. الرجاء المغربي بيستضيف ثونجيت السنغالي، كان تعادله ذهابا في السنغال 0-0 يعني الرجاء عنده فرصة للتأهل. أول أغسطس الأنجولي بيستضيف كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا، وكانوا تأهلوا أو تعادلوا في الذهاب 0-0. يوم الأربعاء هقول لكم سريعا الفريق اللي هيلعب في ملعبه، الهلال السوداني هيلعب مع كوتوكو، وكان كوتوكو كسبان 1-0. انيمبا النيجيري او الهلال كان كسبان 1-0. انيمبا النيجيري هيلعب المريخ السوداني، وكان المريخ فاز 3-0. الوداد المغربي هيلعب الملعب المالي، الترجي التونسي هيلعب اهلي بنغازي كان تعادله 0-0. بترو اتلتيكو الانجولي هيلعب نكانا الزامبي، نكانا للديفلز في زامبيا، ده الفريق بتاع والتر مواليا، كانت النتيجة الذهاب 1-1. سيمبا التنزاني هيلعب بلاتينيوم زيمبابوي، وكانت النتيجة في الذهاب 1-0. حورية الغيني مع ريسينج كلاب الإيفواري، وكانت النتيجة 1-1. مازيمبي الكونغولي مع بونجيدي الجابوني، وكان مازيمبي فاز 2-1. ده معناه إيه؟ معناه إنه الكبار كبار تقريبا دور ال 16 هيبقى ضرب نار، كل الكبار عندهم فرص للتأهل، إذا كان الهلال، إذا كان المريخ، إذا كان شباب بلوزداد، الرجاء المغربي، مازيمبي الكونغولي، الترجي التونسي، هتشوفوا الزمالك طبعا سبق التأهل لأنه الفريق اللي كان هيلاعبه اعتذر ما جاش بطل تشاد، فتأهل الزمالك مباشرة. الدور اللي جاي دور قوي جدا، لكن خليني يعني أفكرك بكأس العالم للأندية إن شاء الله في شهر فبراير. الأهلي بيحل على كأس العالم للأندية في الدوحة. الفيفا أعلن أسماء حكام البطولة، اختيار 7 حكام ساحة و12 حكم مساعد لإدارة مباريات كأس العالم للأندية، إلى جانب 7 حكام آخرين لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو في هذه البطولة. من الحكام العرب طبعا ما فيش حكام مصريين للأسف كان خالص، لكن في محمد عبد الله حسن حكم الساحة. يعني أنت مشارك، فريقك مشارك، فمش هيختار حد من مصر. لأول مرة البطولة بيظهر فيها حكمة برازيلية، يعني سيدة محكمة هتدير في هذه البطولة، ودي الأول مرة، وده امتداد لتجربة الفيفا لما في كأس العالم تحت 17 سنة كان إدى التجربة ديت إن في محكمة تدير مباريات الشباب. دلوقتي في كأس العالم للأندية أحد الطواقم طاقم من حكمة برازيلية. والله دي تقليع بقى يا استاذ ابراهيم بصراحه. مش قادر افهم، ما تحكم في الكورنس ايه الموضوع ده؟ يعني ايه رجاله وبتاع ويخبطوا وقعوها وتخبط ويعني ازاي يعني محرجه؟ لا السرعات والقوه الحاجات دي ما
يعني بس إيه؟ ما هو الفيفا مش هيعملها الا اذا كان نجحت يا عم يعني افرق ما هي نجحت لان بيبقوا عاملين حسابهم اللعيبه مش على راحتهم برضه هما بيجروا مش هيخبطوا فيها لكن ده كلام مش ملوش معنى يعني بتثبتوا ايه يعني مفيش فرق لازم يبقى في فرق مفيش حاجه اسمها مفيش فرق بين الراجل والست الا في الحقوق والواجبات انما الفروق الفسيولوجيه لازم تكون موجوده طيب خلال يومين الفيفا هيستقبل من كل نادي مشارك 28 لاعب على انه قبل بدايه البطوله بثلاث ايام او اربع ايام هيتم تقليص العدد ل 23 يعني كل فريق هيخش البطوله ب 23 لاعب دلوقتي 28 هيقلصهم ل 23 قبل البطوله بثلاث ايام اثناء البطوله ولغايه قبل المباراه ب 24 ساعه اي لاعب تثبت اي ظروف مرضيه بالنسبه له بتقرير طبي يحق للفريق ان هو يستبدله بس يجيب واحد من الخمسه اللي تم استبعادهم يعني الخمسه دول هيكونوا على قائمه انتظار البطوله بحيث انه يقدر يستبدل منهم قبل المباراه ب 24 ساعه والفيفا بينزل القوائم بتاعته على الموقع الرسمي للبطوله